السلام عليكم يا اهل السناب، مرحبا الف مع صديقي جبر. اهلا وسهلا. كيف علمتني قبل السناب؟ لا خلص سلم الحال. ارحب ويا هلا ومسهلا، كيف حالك؟ شلونكم؟ مع صديقي تعبود. الحمد لله توفيق من الله سبحانه. قبل تعبود الشهراني اللي احبه. بس تبي الحقيقه، ممثل امريكي، ممثل كذاب، ما كلهم يقول مثل عشان اطلع كذا عشان شكلي يجي يضحك عند الناس، بس انا صامت. ترى اجيب الكاب. اسمع، حط الكاب من زين ودخلنا البولي. علي الحرام شكلك وعلي. بس اصبر، تعال 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 لف لف لف. هذه علامه الجوده. ختم. ما شاء الله ما شاء الله. ترك بين دي ما حد كان يعرفه. والله ما شاء الله. والله وجهك. خلاص لا تفلها يا ولد، ترى اعطيت كوتش. خله ياخذ راحته. احنا بنكره بعض قريب. بنكره بعض؟ لا 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 لا. اللي يجي يصورها يا عيال بالله. صديقي جبر. اهلا. اول مقطع بدون فلتر، القم. القم مقطع بدون فلتر، القم. القم 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 القم. ومقاضي رمضان والراتب، ايه رمضان قرب، ومقاضي رمضان والراتب لك عليه، ما لقينا الاسعار الزينة ولا لقينا حتى العروض والخصومات الزينة، وزحمة السوبر ماركات والتأخير في الوقت، يا ليه يا رب انك تيسرها. والله العظيم اني شايل هم جدا جدا جدا. بسم الله. تطبيق نينجا يسهل عليكم. شايلين هم؟ اي والله نحن شايلين هم. تطبيق نينجا. اوف اوف، اللي انا شايل هم الربع في الجوال كله كله في الجو. يا رب انك تيسرها. والله العظيم اني شايل هم جدا جدا جدا. بسم الله. تطبيق نينجا يسهل عليكم. شايلين هم؟ اي والله نحن شايلين هم. تطبيق نينجا. اوف اوف، اللي انا شايل هم الربع في الجوال كله كله في الجو. يا رب انك تيسرها. والله العظيم اني شايل هم جدا جدا جدا. بسم الله. تطبيق نينجا يسهل عليكم. شايلين هم؟ اي والله نحن شايلين هم. تطبيق نينجا. اوف اوف، اللي انا شايل هم الربع في الجوال كله كله في الجو. يا رب انك تيسرها. والله العظيم اني شايل هم جدا جدا جدا. بسم الله. تطبيق نينجا يسهل عليكم. شايلين هم؟ اي والله نحن شايلين هم. تطبيق نينجا. اوف اوف، اللي انا شايل هم الربع في الجوال كله كله في الجو. يا رب انك تيسرها. والله العظيم اني شايل هم جدا جدا جدا. بسم الله. تطبيق نينجا يسهل عليكم. شايلين هم؟ اي والله نحن شايلين هم. تطبيق نينجا. اوف اوف، اللي انا شايل هم الربع في الجوال كله كله في الجو. يا رب انك تيسرها. والله العظيم اني شايل هم جدا جدا جدا. بسم الله. تطبيق نينجا يسهل عليكم. شايلين هم؟ اي والله نحن شايلين هم. تطبيق نينجا. اوف اوف،
اللي انا شايل همي الربع في الجوال كله كله في الجو. يا رب انك تيسرها والله العظيم اني شايل هم جدا جدا جدا. بسم الله. تطبيق نينجا يسهل عليكم شايلين هم. اي والله نحن شايلين هم. تطبيق نينجا. اوف اوف اللي انا شايل همي الربع في الجوال كله كله في الجو. يا رب انك تيسرها. نينجا مو بس تطبيق خذ نجيتك، لا نينجا اللي يوصل لك احتياجاتك اليوميه في 30 دقيقه فقط. سواء احتجت صيدليه، سواء احتجت عنايات بشره، سواء احتجت مفرح، الاف منتج في تطبيق واحد يا اخوان. قبل لا نستعرض التطبيق يا اخوان، نينجا بين يدينك في الرياض وفي المنطقه الشرقيه وفي جده وفي المدينه وفي مكه وفي الطائف. وين ما كنت منها في تطبيق نينجا عروض رمضانيه، هذا اول شيء بتلقاه في وجهك. احتجت البان وبيض موجود، احتجت لحوم ودجاج موجود، خضار وفواكه موجود، سناكات موجود، صيدليه، عنايات بشره موجوده، مستلزمات تنظيف موجود، فل موجود، كل شيء موجود يا رب. بدون اي مجامله كل شيء موجود في تطبيق نينجا. بطلب لي معجون اسنان حلو اضافه الى السله حلو، نرجع وبطلب لي فرشاة أسنان، بطلب أشياء واجد برجع لكم يا إخوان. وأنا لفلفة قضة الصدق لأني شريت من العناية بالرجل وشريت حقة الفرشاة الأسنان كذا. يا أخي كل شيء موجود، يعني ما يحتاج تطلع من البيت، ما يحتاج أبدا. أكسسوارات جوال موجود، عناية بشرة موجود، المزيلات موجودة. الحين الصدق أحتاج السناكات، الآن أحتاج السناكات، خلوني أتقضى وجهكم. طبعا يا إخوان والله العظيم ما خليت شيء، كل شيء يحتاجه ويطري على بالي. بطاطسات وفواكه وشامب. خلوكم معي الدفع. تطبيق نينجا اتممت الطلب. اللي صدمني صدق صدق اتكلمك، انا طالب 519 ريال ومن كل ديره، من صيدليه لمستلزمات رجال، مستلزمات اطفال، مستلزمات. الحين جايينك صدمه. المهم ناشب لكم يا انا يا انتم، انا اتممت الطلب 3:56، الحين 24. انتظر شو متى بتجوني، في اي وقت، كم تاخذون يعني وقت. يا اخوان اقسم بالله انه مو معقول، ورب البيت صدمه، في 22 دقيقه تجيب لي اغراض من صيدليه الى مستلزمات الى دقيقه. لا في مشكله، في تطبيق نينجا في مشكلة. لدرجة اني صرت اشكك، الاغراض مو انا اللي طالبتها، بس لا فكرات طالب، دبي طالب، كرز، توت، يا اخوان شامبو طالب، فرشاة اسنان طالب، مكسرات كودرد بالمليمتر. لا لا مو طبيعي، الموضوع مو طبيعي. الناس اللي توهم محملين التطبيق لا تنسون تستخدمون كودي اللي هو عبد الله بالعربي. الناس الجديد اللي توهم محملين البرنامج يعطيهم كاش باك 100%، 50 ريال كحد اقصى، استخدام مره في 3 ايام، 3 ايام استخدمها مره واحده، توصيل مجانا. استخدم لا حتى العصيرات ما شاء الله جايه بارده، كلها بارده كلها. لا تنسون تستخدمون كود خصمي عبد الله عشان ما تقول انت فاسد، ما لها داعي متفاسدين عشان كود خصم. هنا كرز، توت، توت احمر، موز، عنب، عنب نعثان، العنب البطرة يا ابو فالح، انواع العنب كلها عندك. فراولة فراولة فراولة.
استك كاجو فصفص. ايوه دوار السعادة. حلو، يعني اغراض البثوث موجودة. لا غلط بدي اعرف الشخص اللي اعطانا مقولة ان الخوي نعمة او الاصدقاء يتعافى المرء بالاصدقاء. مني قالها الحين؟ انا نسيت مفتاح سيارتي في سيارتك، تروح ترجع تاخذ سيارتي توقفها في حارة ثانية عشان تضغطني وترجع انت رجلية تاخذ سيارتك وتروح. العلم الحركة اللعينة اللي ما سطري في راس كافر. تخيلوا اني نسيت مفتاح سيارتي معه، جاء ركب سيارتي خذها راح لبقها في اخر شارع في الحارة، سمعتوا؟ ورجع رجلية ركب مثل راح ليه؟ عشان بس يبعد السيارة عني إذا صحيت أنا نفس الوقت أدزها رجلية. الله يأخذ نفس الشيطان، استغفر الله العظيم. ضغطني شوي شوي ووصل أبراج المالية، الله يجعلها بين عيونك يا جبر. وليا الله هذا السنة جرب يبلاك ماغص ما يروح منك لمدة شهر. ليا الله هذا السنة من قوة الماغص ما تقدر تلحق أدور ثمية. ما يلعنك، استغفر الله استغفر الله يا الربع. انا في افخم حي في الرياض اللي هو حي الملقا، كل معرض واحد اجيك لاس على مرسيدس عاين كذا خضر لي زمزم حذيانه في الشوارع، ما ادري وش يبغى ادري ايش علمه. ما بلا عبد الله مدير، كيف حالك؟ حتى انت لا اله الا الله. مدير شويه تعال شويه، انا ثوب جديد شفت، انا يروح زواج الحين، انا لو اسوي كذا ورا كفر مفتاح ورا، جيب مفتاح هنا والله كلام صدق، بس انا عشان ثوب جديد شوف ما ابي بوسخ ثوب. تكفى يا مدير هذا على وجهي امسك. شوفوا من ورا مفتاح، شوف كويس حصلت. شكرا شكرا، اي خدمه. نذر ما سمع روحك ذا يا مدير. زين ويجيب العافيه ويهبل، بس لو انه يسلم ذا الزحمه من شماله الغربه ساعه وشوي، ومن شماله الشرقه ساعتين وشوي، ومن جنوبه شماله ساعه و... كان يا عرب الله يرحم والديكم. هذا صدام، صدام اللي كان معنا في المنتدى صح؟ كان معنا في سكريبت. ايوه اعطينا جواله. ايوه اعطينا جواله. ليش اعطيك جواله؟ عشان نكون لا 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 تمدد فيه. انا بطلع بدون ما يدور. ايه الكاميرا تبين انت تطلع. الكاميرا ها؟ الله يسلمك. والله امسك شوك تقعد حافها. هذا والله هذا اللي نافخ بطوننا والله، بيض الله وجهه. حبيبي يا عبد الله. هذا شو زين فيه؟ ايش؟ يوم خلص سكريبت بطل القنوات الواقعية. كنسلها. شكرا انك بطلت القنوات. الله يسعدك. شفتوني مدفت السيارة؟ تسمع كلام المغرب.
سياف. يا ليت صنع قربه من سرح يضوي اسكتوا اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك الاجواء تفتح النفس العالم مستانسين رسوله والحب الله يكفي شره رحت الأبها وأهل الوادي أنشدهم حضر بادي قالوا عود يا النشادي مجد سرو المرة قلت وصل أبو يا خلق الله كامل والكامل وجه الله يا لا لا يا لا 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 اخوان الرياض محلوة ولا عيوني فيها شيء صايرة حلوة بشكل ما حد يتخيل حلوة لا شوارع حلوة لا مباني حلوة لا شكلها بالنهار وبالليل تحس كم انت في السعودية كده تحس انك برا مملكة وانت في المملكة جدا متخيره اللي ما زار الرياض في اخر 3 سنوات الى 4 سنوات بينصدم صدقوني انه بينصدم ما بمسوين عرض بمناسبه يوم العلم السعودي العطره الواحد 111 ريال والله ما يفوتنا الله قال ارسل لي الرابط وخلني اطلب شوف ساعدك جاك عطر يا حبيبي اخو وبطلب زد واحد ثاني جاك الثاني وانا بطلب جاك بيض الله وجهك ما في شيء اسمه جاك عطنا نطلب أنا كم هو با 111 ريال تكفى يا احمد قدامي يخلص العرض عطنا الرابط 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 يا مرحبا الرابط الرابط افضل 3 مشاهير عند والشقا مكروه تعال وعانق احباب وصالك مطلبي ورضاي على
مرن المشرق يا ليت صنعاء قريب مهما سرح يضوي على الطيب هيك حرام قد اسري صنعاء وانا ابو نادي صالك بالله انك والله العظيم انك فاشل جدا وضعيف نفسي والخمح يا ابو ايش مشيك يا دكتور بمشي ولا علم جايبنا مجمعنا وانا توني صح توني قلت مساء الخير ايه اتخس ها انا مستاجر في النادي هذا عنعد الله يطول عمرك شكرا شكرا جاب مساء الخير الله يطول عمرك يجرح خاطرك ترى حبيبي جاب تعرف الناس انا شنو مشيك الرابع ابو محمد تعب مرحبا يا ابو محمد اليوم صراحه خلني الصوره إيش. نزلتها يا راح عشان تدرون انه ربي زاد غطا عظماء استر مواجهت تراكم اسمكم عظماء اثبتوا لنا اليوم انكم عظماء والله هذه فرصه ما تتفوت صراحه اسمعني يا ابو محمد اليوم خلينا نعيش دور النوم مسابقه خلينا نرجع النوم ابي اعلمهم الرياليتي تعال تعال متسابق تعال جاب السيف هنا شوف كم شاف فتش فتش بله والله ما معي شيء في ذمتك والله ما معي شيء يلا اطلع بس عيشه اطلع عيشه هنا اطلع بعدي والله امشي يلا يلا هلا والله يلا عيال عيال حرام انت تركب معنا ها من هو بعدي والله عادي عادي والله حقكم فلتون جعلنا من عدمك والله ما شاء الله كلكم ما شريتوا يا جماعه الخير مقاضي لا رمضان لكن ودي بمقاضي انا بعد يا طعيه الوجه انا حتى انا مو بدي اجي بس سمعت مقاضي لو ودي مقاضي استراحه بس بدي شاخ انا ودي بالمقاضي ودي بالكفيه من واحدة أوكي عندنا إشكالية ثانية الرابع وهي المطعم لك أنت تبي باستا عندي مطعم هنا مليعون جدا ما تلعن فيه ريزيتو وفيه بيزدا وفيه همبرجر على كيف كيف أنا بي كبسة ولحم يا ود أنا أدل من المطعم كله إنها أقسم بالله لو إنها إنه مطعم يا بهاج اللحم الكوسترالي يبي باستا ويبي لحم يبي يسجل يجي الناس ينظروا الباستا حلو المطعم انا هذا داني نعم قفل السنابه وتعب ما نبي باستا نبي كبسه
حبيبي اللحم بلدي محلي. لا مو محلي انا بلدي 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 لحم غنم كبير طري كبير وسط صدق. لا والله مش ما كنتش معي اللحم عام يا ولد ايش مجرب قسم بالله شيء شيء شي. انا شفي في شي مطعم انا شفي في مطعم هنا وهو غصبني للغصب تعشينا. طب تعال لو الاكل ما عجبك ما تحاسب. اوه بس لو عجبك هتحاسب مرتين. اوه تم والله انك وقعت. يلا كل واحد ياخذ الكيسه. يلا كيسه واحده عن كيستك معه. يلا اجحدوها عقلي. مساكم الله بالخير. يلا حيهم مساكم طيبين. يا مرحبا ومسهلا. ارحب ابو محمد. مرحبا. يا مرحبا بك ومسهلا. ارحب ارحب يا ابو علي. تعال يا ابو سهلا. الله يبقيك. حلوه حلا وهو طاير وفنجان قهوه. والله ما دندن دكان صفر لكن تستاهل. الله الله هذه عيوننا وسلامتكم. قال يسلم. مرات الرجل لا لحقه من الزمان هموم لا يدري بسدك وذخيرة بني عمه وسيع البنايد في الشدايد قوي عزوم لعضك زمانك شال همك مع همك. مرحب يا حمد. هذا الرجال اللي ما سدد الشلات صح انه اخيك وانت عمه صح ولا لا؟ صح. شغل انا دامني معك بس. يا هلا وغلا يا مرحبا بك استاذ نواف الشهراني. مرحبا تشرفنا فيك. يا مرحبا ومسهلا سعد العهد قريب. هلا ابو هادي. يا مرحبا تشرفنا فيك نورت وشرفت. الله يطول عمرك. الله يبارك في عمرك عقبالك ان شاء الله. ارحب. انت ابو هلا وارحب منا الى بكره. عارف شو خاطرك عارف انت رجال اساك ساعه الامور ترى. ارحب ابو هادي. ابو هادي ارحب ورحيب. جلسه فيها ليادك ما شاف حناك ما شاف حناك شوفك صار فكسار لعن ام الهيبه. شوفك صار فكسار ابو سالم عليك خلاص يا لدي يا حمامه لدي يا حمامه لدي يا حمامه خردي واعلني لدي يا حمامه خردي واعلني نامس ها باقي انت سجي ما باقي معي ذودنا الضارة طيحات وحدة من عراوي والله من زود الوناسة اللي فيه ودي اسطركم اخلوه هو يا بعد الجو هذا خلاص ما عاد ابي شيء غرقنا غرقنا ومطر اسف يا مرحبا ومسهلا متجهين ان شاء الله للرياض ان شاء الله الغفره واليوم باذن الله متجه القناه التسويق مشاعر متلخبطه ها يومين ولا أسف وما ندري والله وش نقول لكن الله يستر علينا أبو إياك. علي أنا أسمعكم عمل هادي بالربعة أرسل لي خلاص نزلها اليوم اسم العمل تطبيق مرحبا ومسهلا بشركم وصلنا الرياض شاور سريع تحت
تحليق سريع كوي سريع واحد غسل كوة بعشر دقائق ما شاء الله تبارك الله. وقتنا على الشطة وخلاص اشتطينا حيوان الرحس. المهم متجهين القناة ان شاء الله عندي تصوير والله يسر الحال. القناة تبعد عني ساعة لكن مع الامور طيبة جاهزين. سعد الله صباحك مخرجنا مخرج منصور احبه وغليه. اوكي ناجي. ارحب ترى طيب ليه انا كنت بسلم عليك يا تدري انك موهقني مع زبون في مغسله. تذكر ذاك اليوم يوم صريت انا وياك؟ اي بالله والله قبل شهر شليت مفتاحه من المغسله بعد ما شليت ثوبي احسب انها مفتاحي ويوم رجعت له بعد اسبوع قال ولد انت شال مفتاح مو بلك. قلت اي والله لي شهر بس سعد ابو ناجي عندي لك والله السعد عندي شفت يومك ما دقيت علي عاده معك. اي بالله انا شهد انك تحافظ على ماءنا شبع سعد يض الله وجهك ترى شوف بينهم حاطه شوف طيب الله وجهك سوي بين انت حاط شوف طيب الله وجهك سلم شو بس صار سلام انا؟ انا اشهد انها وصلت بس سعد ابو ناجي تندر ابو ناجي تبقى يا مرحبا هلا مارسون شو بس سعد شباب متواجدين مستنسين لبيك احمد الله يبقيك وعزيز مرحبا ومسح عزيز شهراني مسعود بن جعفر من السعودي مبروك تستاهل بذمتي تبقى يا مرحبا دعني ما خلا منك اخنور ارحب ابو ضير مرحبا ارحب بالمطر مرحبا ارحب بالمطر في ذمتي ذم ما شاء الله ارحب تبقى امطار وخير وبركه ابو ناجي ونعم ابو ناجي الله سلام الله الله ما شاء الله حيه شلونك ايش رايك بالاجواء انت فيها يا بقال يا سلام عليك شنو ضبطني وين وين هلا اليوم يا اللي ما ضبط عطاني اليوم عشو I'm gonna die, I'm gonna die.